تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساه من فخامة الرئيس دانييل اورتيغا سافاديرا رئيس جمهورية نيكاراغوا ومعالي السيدة روزاريو موريليو نائبة رئيس الجمهورية. وأعرب رئيس نيكاراغوا ونائبته في البرقية عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله